الصين التي لا تخلو كل أسواق العالم تقريبا من منتجاتها تعاني عجزا في ميزانها التجاري مع هذه الأسواق، فرغم أن دورة الصادرات الصينية لم تتوقف خلال السنوات القليلة الماضية فإن وارداتها قفزت بمعدل أكبر من صادراتها في شهر مارس آذار الماضي، مما أدى إلى عجز بلغ 7.25 مليار دولار. تقول إدارة الجمارك الصينية إن هذا العجز غير مسبوق منذ شهر أبريل نيسان عام 2004 الذي شهد عجزا بلغ 2.25 مليار دولار. الحكومة الصينية اعتبرت العجز الأخير دليلا على التزامها بتعهداتها الدولية. Our leaders made a very strong commitment to resisting protectionism. تعهد زعماؤنا بقوة بمقاومة الحمائية وفتح أسواقنا، لذا فإنه نتيجة لذلك نرى وارداتنا في زيادة سريعة ربما بأكثر من 60% في الربع الأول من العام الحالي، كما أن فائضنا التجاري انخفض ربما بأكثر من 70%، ولهذا فإن الصين تثبت أنها تبقي على أسواقها مفتوحة بشكل واسع. غير أن هذا العجز القياسي في ميزان تجارة الصين الخارجية يرجع لأسباب أهمها النمو السريع في صناعتها التي تحتاج لمزيد من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج، وهذا يعني أن سوقها أكثر انفتاحاً أمام الدول الأخرى. حتى مع وجود زيادة في العجز التجاري تواصل الصادرات النمو بسرعة. سبب العجز هو الزيادة الأسرع في واردات الصين مقارنة بالصادرات، وبالتالي أعتقد أن الصين سوف تواصل الاحتفاظ بمكانتها القيادية كبلد تجاري كبير. يرى اقتصاديون أن إعلان الصين عن هذا العجز سوف يخفف الضغوط الدولية عليها لتخفيض قيمة العملة الصينية اليوان، وهو ما ترفضه بكين دائما حتى لا تتضرر قدرة شركاتها على التصدير، غير أن الميزان التجاري الصيني الأمريكي مال لصالح بكين خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، كما أن الميزان التجاري الصيني الأوروبي مال لصالح بكين بقيمة تقترب من 30 مليار دولار أيضا، وهذا يعني أن الصين ستظل عرضة للضغوط الأمريكية والأوروبية.